الأسبوع اللي طاف كنت في دبي وكنت راكبة تاكسي سيارة أجرة وبغيت أختنق من معطرات الجو اللي في التاكسي، فقلت حق سواق التاكسي لو سمحت افتح الشبابيك وشيل هذا المعطر اللي انت حاطه على المكيف. قال لي ليش؟ ما يعجبش ريحته، المفروض تكون حلوه. المهم حاولت اقنعه وقعدت اشرح له ان شلون هذه حتى المعطر مو زين حق صحته هو، ما ظن بشيله، ولكن ابي اوريكم بعض الاشياء. معطرات الجو هذه مصنوعه من خليط من الكيماويات اسمها volatile organic compounds، هذه تطير في الهواء، تتم معلقه في الهواء عشان نشمها. ولما اقول تطير مو معناته ان تطير وتروح، تطير معناته تتعلق. يعني تتخيل انا الحين قاعده هنا اذا في كيماويات لاصقه في الهواء استنشقها. لكن لما نبحث على العلبه مثلا، خلينا نقول بنقراها بنشوف شنو مكوناتها، معظم الوقت يكون مكتوب مثلا معطر او مزيل رائحه، فعشان ألقى المكونات بتفاصيلها أضطر أني أبحث بحث أعمق وما حد يشتهي طبعاً، فتروح لازم ويبسايت الشركة المعنية وتبحث في التفاصيل. فهذه الويبسايت مال واحدة من الشركات المصنعة، تشوفوا كل الكيماويات اللي هم حاطينها كمكونات ممكن تكون في منتجاتهم. وطبعاً هذه الكيماويات نتعرض لها مو بس في سيارات الأجرة، اليوم صارت المعطرات الجو في المطارات، في المكاتب، في البيوت حتى، فمثلة كل مكان. ولأن ما نقدر ندقق في تفاصيل كل هذه الكيماويات وخطورتها، بندقق في ثلاثة منها: بنزين وستايرين وشيء اسمه فاليت. البنزين اللي تشوفونه هنا في قائمة المكونات والكيميكلز معروف، كثير من المنظمات قايلين عنه، موثقينه أنه مادة مسرطنة. والبنزين خاصة معروف أنه يأثر على الDNA، يعني الحمض النووي، يعني أثر على الجينات. وفي بعض الدراسات ايضا تشير الى ان البنزين والفورمالديهايد اللي هو ايضا من المكونات تزيد التعرض للوكيميا. هذه مثلا واحده من الدراسات اللي تقول عن اللوكيميا والبنزين، وهذه عن الفورمالديهايد اللي هي ماده من المواد الموجوده في المعطرات وعلاقتها باللوكيميا. الماده الثانيه في القائمه مالتنا اللي هي الستايرين، اذا مرت علي كذي على السريع يمكن احس بغثيان، يمكن أفقد توازني، يمكن حساسيات، هذه إذا هي مرت علي على السريع وراحت. ولكن التعرض المتواصل يأثر على الجهاز العصبي، يعني يروح أعمق ويأثر على الجهاز العصبي. ولما سنة ورا سنة، يوم ورا يوم نضعف الجهاز العصبي كذي، بتكون إحنا أكثر عرضة لأمراض مثل تصلب اللويحي ولا باركنسون ولا زهايمر. يعني ما نقدر ننسى أن هذه المواد قاعدين نتعرض لها بشكل متواصل. يعني يمكن أحد يقول إلا دقيقة ركبت في التاكسي وخلاص يعني، ولكن في المطار تعرضت، في المكتب تعرضت، غير الكيماويات الأخرى اللي أتعرض لها بشكل متواصل. يعني إيش كثر بيقدر يستحمل جهاز مناعة، ولا إيش كثر بيقدر يستحمل جهاز العصبي. بعدين نوصل للمادة الأخيرة اللي هي الثالت، اللي عليها جدل من التسعينات، لأن في عليها علامة سؤال تأثيرها على الهرمونات. هذه المادة تدخل في الجسم عن طريق الاستنشاق وعن طريق الجلد، ولأن كان عليها جدل من التسعينات شالوها من ألعاب الأطفال، ولكن ما زالت تستخدم في معطرات الجو، في الأثاث، وتستخدم أيضا في العطورات وفي المكياج. وهذه الفاليتس هي كيماويات جدا صغيرة، فبسهولة تعبر الجلد وبسهولة تعبر غشاء الرئة، تدخل في الجسم. يعني معظم الناس اللي يقولون أنا دخلت غرفة معطرة مثلاً وبديت أكح، ولا دخلت تاكسي وبديت أكح، أغلب الظن هي من هذه المادة، لأن تهيج الربو بسهولة تعبر الرئة. ويا ريت بس على كحة، هذه الكيماويات تسبب عقم، حتى تسبب مشاكل في الحمل، مشاكل في الدورة، تسبب أيضاً مشاكل في الغدة الدرقية اللي كل الناس قاعدة تعاني منها أيضاً، وفي الرجال تسبب ضعف الحيوانات المنوية. يعني موضوع تأثيرها على الهرمونات يتعدى النساء فقط، احنا قاعدين نتكلم عن مشاكل في الإنجاب عامة للرجال والنساء بهذا السبب. هذه الدراسة كمثال تتكلم عن تأثير هذه المادة الفثالث خاصة في المعطرات على الحيوانات المنوية في الرجال. هذه دراسة ثانية عن التعرض لهذه الفثالث تأثيرها على الولادة المبكرة، الأطفال اللي ينولدون قبل موعدهم. فالمشاكل الهرمونية قاعدة تزيد، مشاكل الحمل والعقم قاعدة تزيد، مشاكل الجهاز العصبي، تصلب لوحي، كلها قاعدة تزيد، وننظر في كل الأسباب ما عدا المعطرات. وبشكل يومي قاعدين نستنشق على أساس ريحة نظافة، وهي في الواقع ريحة كيميكلز، في المصاعد، في المكاتب، فأي شيء يكون فيه رائحة
صناعية رائحة مزيفة على أساس برائحة الياسمين، ما كان في ياسمين في المصنع ترى. يعني ليش لازم طول يومي أستنشق ياسمين مزيف وفانيلا مزيف وهي عبارة عن باقة من الكيماويات اللي تدخل في الجسم وتعفس للدنيا؟ يعني الحين تروحون وتبحثون في يومكم وين في عطورات مزيفة. العطورات اللي في الشموع المعطرة أيضا نفس الشيء فيها كيماويات. المعطرات الجو اللي ترشونها أنتوا في الحمامات الله يعزكم، أو حتى معطرات الجو اللي يحطونها ترش بشكل متواصل في المصاعد في المكاتب وتحاولون تستبدلونها كلها بأشياء طبيعية. أولا المصعد ما في داعي أن تحطون فيه ريحة مثلا، كمثال يعني حق الناس اللي عندهم بنايات ولا مسؤولين عن بنايات. ثانيا تستبدلونها بالبدائل اللي أصح، يعني إذا بنحط عطر مثلا أو بنعطر حتى البيت أفضل يكون من الزيوت الطبيعية. وإذا عندكم مثلا خلينا نقول المكتب عندكم معطر، ضروري جدا أن تتكلمون مع الإدارة وتشرحون لهم عن هذا الموضوع تكلمنا عنه اليوم. فليش لما نسافر مثلا خلينا نقول مطارات أوروبا ولا حتى مطار الهند ما في هذه الروائح المزيفة، ليش لما ننزل مطار في الخليج روائح معطرات؟ المهم الموضوع شكله سوى ضجة شوي ومستحيل أقدر أجاوب على كل الرسائل، ولكن شكرا لتواصلكم، ولكن خل نبدأ احنا بالتغيير. التغيير يبدأ بكم.